السلام عليكم. إن لله وإنا إليه راجعون. فلكل شيء ترحم على شهداء تونس، شهداء تونس أبرار. أي العدد نتاعهم قاعد يزيد، خاصة في صفوف الأمنيين وعلى أسر الجيش. هذا شيء يزيد يألم ويدل معناتها على خطر اللي تعيش في تونس. لكن الشيء اللي باش نحكي فيه حكم تجربتي الأمنية والسينما اللي يحكيو فيه، معناتها كيفاش تمت العملية وكذا، قلتش عليهم يحكيو في فيلم على زورو هبط من الجبل، فهمت كيفاش فك كرهبة شد على شوفور ترا شنيا ومشاو، فهمت كذا ضربوا ومشاو معناتها يا بن جد ويا سسمه وفراس البغل هذاك العروي كذا. عيب تتملكوا على الشعب التونسي، عيب تستهتروا بالدم بتاع الشهداء بتاع تونس وتستهتروا بالامن بتاع تونس بالطريقه هذه. معناتها يحكيو لنا في فيلم معناتها داكسيون، هبط من الجبل طف كهرباء طف 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 كذا. عيب وحرام عليكم، لكن من ايام تشكشفكم المعمول به ذري الارهابيين هذوما اللي قاموا بالعملية، ما قاموش بالعملية وحدهم، أطوار العملية وعلى حسب شهود العيان وعلى حسب الطلق الناري اللي تسمع والمدة، فذا يدل اللي ثم معناتها يد من داخل اللي هي أمنت العملية هذية، واليد هذية من الأمن الموازي اللي صنعوا عليه العريب لإرهاب الشعب. والهدف ما هوش لطفي بن جدو باش ما نصنعوش منه بطل ولا عايبته، دار لطفي بن جدو ما هي إلا رمز باش يقولوا لهم رانا نعرفوكم ونعرفو وش عندكم وش ما عندكمش بابلوس، فهمتي ولا باش معناتها يدخلوا الناس في بعضهم. لكن إرهابيين وفي الموقع اللي صارت فيه العملية اللي على 8 متر من الإقليم بتاع الحرس، وما أدراك من إقليم حرس في منطقة اللي هو برانسيب من كذا يكون مجهز من جميع التجهيزات، خاصة القاسرين تعتبر الآن منطقة عسكرية، وعندها منطقة القاسرين في حالة حرب بحكم الشعابي وبحكم التركيز الأمني اللي يحكيوا عليه، حكم معناتها كنت المخططات الأمنية والأهبة معناتها كنت غير أي طارئ وللإبرة الداخلة والخارجة، كنت كذا على حسب معناتها الشيء اللي قاعدين يقولوا فيه سكولي باتور كنت ولا جامي باش يأوز الإرهابيين باش يقوموا بالعملية هذه وبالطريقة هذه. إذا كان ما عندهمش يد تحمي فيهم معناتها ils sont couverts، ils sont couverts ça c'est sûr، فهمتني؟ هذايا معناتها في المرحلة الأخرى يتسوقوا فيها، لكن التحضير للعملية فهمتني ولا هو حصولهم على المعلومات والمعطيات اللي تتمثل في التمركز الأمني واللي زاجون موجودين على مستوى الدار، فهمتني؟ ودرسوا المحيط كوم يلفو، فهمتني ولا فهمتني؟ والأعوان اللي معناتها موجودين غاديكا الله يرحمهم مستجدين مازالوا كي دخلوا معناتها للسلك الامن، معناتها مازالوا ما ترسموش حتى التقسيم، فهمتي ولا اللي ما عندهمش التجربه. كومون ساس في كما يحكي سي بن جدو هو الرجل الاول المهدد في تونس والدار نتاعو تتم حراستها من طرف اعوان مستجدين، معناتها حتى العاقل معناتها المهبول ما يقبلهاش، خلي العاقل هذا دون بار دوتر بار، فهمتي ولا كومون ساس في الحمد لله يدخلوا الارهابيين وهالديماكس هذيا اللي خطفوها وكل شيء، ومادام قاموا بالعمليه نتاعهم ماهمش جارسين الموقع مليح وماهمش عارفين اللي معناتها ثم حمايه وثم معناتها الاداره بتاع الامن بتاع اقليم الحرس الحمد لله اللي هي التجهيزات اللي عند الاعوان اللي ما تمكنهمش باش يدافعوا على انفسهم وحمايه انفسهم الحمد لله، يعرفوا قداش عندهم من كرتوشة ويعرفوا قداش معناتها قداش
من كرتوشة تخرج منهم فهمت كذا اللي معناتها لحد معين فهمت بعدك ما عادش ينجموا يضربوا فهمت كذا باش يدافعوا على انفسهم اللي معناتها كل شيء جاهز وكل شيء محضر. هنا يظل اللي معناتها الرواية اللي غير هو معناتها الرواية اللي تستبروا بها في الشعب يتحاولوا معناتها كنت ما عرفش معناتها تستبروا معناتها بطريقة اللي فهمتني باش يخرج فيها بن جد وبطل وهذوك مساكن ماتوا ومشيوا على رواحهم يقراوا عليهم فاتحة ومشيوا على رواحهم يمشيوا ضحية لكن فهمتني ولا هاوك بن جد وبطل وهاو الإرهاب. لكن إذا كان الإرهاب مع توصل للدرجة هذه يقعد يضرب ساعة غير ربع ولا حتى ربع ساعة ولا حتى 5 مينوت ستدير هو محمي لخاطر اللي يضرب يوصل يقتل ويلقى ردة فعل فهمتني ولا كوميفو فهمتني ولا اوتوماتيكمون يهرب توت سويت ما يقعدش ربع ساعة يوم بليس يهرب وفي وسط حي سكني وفي منطقة معناتها تعيش حالة حرب تعتبر منطقة عسكرية فهمتني ولا هذا الكل معناتها الإرهابيين هذوما معناتها القوة اللي عندهم والجأش اللي عندهم والحماية اللي عندهم فهمتني ولا لكن الحقيقة والفرضيات الصحيحة هو الأمن الموازي اللي أعطاه المعلومات على معناتها التواجد الأمني في الوقت هذاك واللي معناتها الإرهابيين ينجموا ياهم يقوموا بالعملية اللي يحبوا عليها وهم متهنين ومضمنين واللي التمركز الأمني الكل يعرفوه معناتها من المحترفين لخاطر سيبا نورمال باش واحد قوي ماتر معناتها من إدارة أمن إقليم معناتها فهمتني اللي هم برانسيب تكون مجهزة خاطر سيتيون كازيرن معناتها إدارة إقليم هذا الشيء ما يعرفوهوش المواطنين سيتيون كازيرن كومون سا سفي ما يلقاوش الدعم معناتها تو سويت يلقاو ولا يتضرب حتى واحد منهم وناس هذوما فهمتني من الله معناتها ماكايفر لن تشاب هذايا سي بن جدو يدل على الفشل نتاعك على المستوى الأمني والفشل معناتها في الاستراتيجيات نتاعكم واللي يقوم بعمليات يشد ناس معناتها مش كيما نهار لحد عاملين حفله كم قوا شديتو في كذا اون برانسيب العمل الامني وقت تقوم انجاح عمليه وتشد ناس ما تعلم عليهم كان بعد شهر بعد ما توصل تشد معناتها فهمتني على خاطر هما تابعين ان غيزو اون اتوندون معناتها فهمتني تشدوا غيزو كامل وبعديك تعلموا معناتها فهمتني على شيء اللي صاير مش معناتها قلت عليكم توجهوا في رسالة للإرهابيين أصحابهم رانا شدينا لكم أصحابكم هاكم باش تغيروا الاستراتيجية نتاعكم حرام عليكم هذا استبلال الشعب وهذا يدل على عدم وطنية وترهيب للشعب وهذا معناتها العملية هذه الهدف منها ظاهرة فهمتني ولا للنهضة فهمتني الشيء اللي قام به علي العريض في الفترة معناتها فهمتني اللي أخذ فيها وزارة الداخلية باش صممها وخلق فيها أمن موازي باش يحارب بها الشعب التونسي النهضة والإرهاب نتاعها اللي رجعوا تويكا اليد في اليد لخاطر بحكم النهضة عارفة روحها الانتخابات الجاية باش تكون خاسرة فيها على طول واللي هي خارجة من الباب الصغير في انتظار المحاسبة نتاعها الوطنيين من إذا كان تم وطنيين تويكا في تونس على مستوى جيش على مستوى أمن على مستوى قضاء على مستوى مجتمع مدني واجبهم معناتها انقاذ تونس على خاطر العصابه واضحه والملحمه نتاع الارهابيين بيد في اليد مع النهضويين من اجل معناتها بران تونس معناتها اكلي غينات لكن التمثيليه والمسرحيه اللي تحكي فيها هي بن جدو انت وكبراس نتاعك العربي عيب عليكم مش معقول باش تستهتروا بالتوانسه تستهتروا بأمن التوانسة وتستهتروا معناتها بروح الأمنيين اللي عندهم عائلات وراهم واللي عندهم مولدات وراهم واللي معناتها دمهم ولا معناتها قلت عليه ما بالنسبة ليكم فهمتني ولا لخاطر بين بركاشر معناتها ما همش حاجتهم لا بن جدو ولا بعائلته لكن معناتها باش تكون معناتها عملية رمز بالنسبة ليهم فهمتني ولا يوريكم معناتها اللي معناتها هما إنسان لا فهمتني في الداخل ولا معناتها من الخارج لكن مش واحد هابط بالجبل من الجبل فهمتني ولا زورو فهمتني ربي يحمي بلادنا والشعب التونسي يتم فيه
وكجماعة فهمت كذا فري عزيز فهمت ولا كيما خرجتوا الفري عزيز الزتال فهمت ولا تخرجوا باش تحميوا بلادكم وتدافعوا عليكم على بلادكم هم برانسيب الملايين تخرج للشارع فهمت ولا وتتكون معناتها ناس معناتها تحمي بلادها اليد في اليد فهمت ولا لكن النفاق هو اللي باش يهز تونس للهذا. تحيا تونس، تحيا تونس، تحيا تونس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.